في كنيسة مار شربل بعمان وعلنية السلام في الأراضي المقدسة والأردن ولبنان والعالم، ترأس الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة المارونية في الأردن قداساً إلهياً بحضور رئيس الأساقفة جوفاني دالتوزو، سفير الكرسي الرسولي في الأردن والسفير اللبناني السيد يوسف رجي وعددا من الشخصيات الدينية والرسمية والإعلامية وجمع من المدعوين وأبناء الرعية الذين شاركوا جميعاً في الذبيحة الإلهية. وفي عدة القداس تحدث الأب سويد عن قصة البار يوسف ودفاعه عن أمنا البتول بعد انتشار خبر حملها بالطفل يسوع، وذلك لإيمانه العميق بأن هذا المولود سيخلص شعبه من خطاياهم. فكان يوسف أمينا للناموس ومدافعا عن والدة الإله حتى لا تتعرض للعار العلني. وفي ختام القداس دعا الأب جوزيف سويد إلى رفع الصلاة على نية خلاص غزة والأرض المقدسة من الحرب التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة. لا تخف يا يوسف، الآب سيظللك ويعضدك، الروح سوف يقويك، وستدفئ العذراء قلبك حتى تتحمل الخبر وتصبح أبا كما أصبحت العذراء أما، فلا تخف. نعم، في عز غفوته طمأنه الملاك وملأ قلبه سلاما. أيها الإخوة والأخوات في المسيح، لقد فرض الملاك جبرائيل صمتاً معبراً على زكريا الكاهن لمدة 9 أشهر كي يفتح قلبه للآية، وقد صمت هو يسوع الكلمة 9 أشهر أيضاً في بطن مريم. يا له صمتاً طويلاً مدوياً لمن كان صوته رعداً مدوياً. وقد اجتاح الصمت أيضاً المقدس، الصمت المقدس يوسف، ولما استفاق من نومه فعل كما أمره ملاك الرب كما ورد في الإنجيل. مريم قالت كلمة واحدة فليكن، فأضحت بكلمتها تلك صفارة للملك الإلهي وأرضاً مخصصة للسماء. لقد أهدت العذراء قلبها وجسدها للخطة الإلهية، وكما قالت مريم للملاك فليكن وتم التجسد، قال يوسف للملاك أيضا فليكن.